كيف نقوم بعمل ترقيد هوائي لشجرة الحمضيات أو أي أشجار أخرى؟ في البداية نقوم باختيار أفضل الأفرع في هذه الشجرة. ثم نقوم بإدخال كيس بلاستيكي شفاف في الفرع بهذه الطريقة. نقوم بتهيئة المكان. ومن ثم نقوم بإزالة اللحاء بطول بوصة واحدة ووضع مادة الهرمون عليه. مادة الهرمون يسرع عملية الجذور. ونغطيه بالكمبوست ومن ثم نغلق الكيس من الطرفين. ونلف عليه بورق من الألمنيوم للحفاظ على الرطوبة.
وبعد فترة من الزمان يظهر جذور داخل الكيس بعد، ونقوم بفصله من الأسفل وغرسه في مكان آخر. هذا هو عمل ترقيد هوائي للشجرة. وشكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم.